فكرة تقبلها. المجالس العرفية، فكرة يعني قانون عبادة الموحد الذي يعني منذ ولدنا ونحن نسمع عن هناك للمفارقة رفضه الجانبان رفضه مؤخرا. الجانبين مؤخرا، يعني اكتشفنا انه مرفوض. تفضل. رامي عجيبي حنا، رسام هندسي هنا في قطر. كنت عايز اتكلم بس على موضوع الاقباط والمسلمين. احنا طول عمرنا عايشين في مصر اخوات، وللاسف في الفتره الاخيره اللي هي تقريبا 15 سنه الاخيره فوجئنا بحاجات كثيره جدا بدات تحصل، هي هدم الكنائس وحرق كنائس ومشاكل كثيره جدا دخلت فيها مصر. وللاسف بعض الناس يقول لك دول مسلمين هم اللي عملوا، وبعض الناس تانية يقول لك مش عارف ده واحد مختل عقليا، واصبح الموضوع لم بقى يكن هناك شفافية في معالجة هذه الأمور. طبعا مفيش شفافيه خالص من حتى الحكومه المصريه اللي هي القديمه. للاسف مثلا حتى تتهد مثلا كنيسه او تتهد او مثلا تتحرق كنيسه او اي حاجه يقول لك ده ماس كهربائي، او مثلا واحد طلع مترو المختل عقليا طلع الجاهز مختل لكل عقليا. القضايا. طبعا يعني الموضوع زاد عن حد وزياده جدا، ان كل شويه بس هم المسيحيين هم بقوا، مش نقول كبش في ده بس يعني الموضوع مش كتير، يعني الموضوع بقى كتير بقى زياده عن اللزوم. بقى المسيحيين بيحسوا ان هم اقليه، بقى يحسوا ان هم ملهوش الحق في البلد. بقيت انت ماشي في مصر كانك انت مالكش اي صوت، مالكش اي لازمه، مالكش طب مستبعد هل هذا تماما. الأمر قاصر على المسيحيين أو كان قاصر على المسيحيين فقط أم على المواطن المصري بصفة عامة؟ هو يعني للاسف كان عمليات ختان الشفاه، وأقصد بذلك الوقد حرية التعبير، على ألم تكن يعني معممة على المسلم والمسيحي على في حاجات كتيرة الشرائط؟ جدا كانت معممة على المسيحي وعلى المسلم، لكن مثلا ما فيش مثلا واحد مثلا حصل حرق مثلا في كنيسة أو حصل مثلا مشاكل، ليه مثلا ما تجيبش الشخص ده وتعاقبه؟ ليه دايما يطلع مختل عقليا، أو مثلا يطلع إن هو يا إما ماس كهربائي في الكنيسة؟ أنت مثلا في الفترة الأخيرة دي سمعنا في ظل المجلس العسكري 4 كنائس تهدد، فين الجناة؟ فين الناس اللي هدت الكنيسة؟ فين الحاجات دي؟ إن الحاجات دي كلها بتبقى حاجات صغيرة جدا، وبعد كده يقعدوا يقولوا ده إحنا نعمل مجلس عرفي، وبعدين الموضوع ما يتحلش تماما وانتهى الامر على كده. إذن هو نفس التوصيف، غياب دولة تمام. القانون وسيادة القانون وعدم تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء طبعا وبلا محاباة. طبعا المفروض في الوقت الحالي تصدر قرارات بمحاكمة كل الناس اللي هي مثلا، طيب، في كثير من الأحيان توجه أصابع الاتهام إلى مجموعات سلفية، إلى تيارات إسلامية، ثم يثبت بعد ذلك أن هذه التيارات لا علاقة لها بما حدث. على سبيل المثال إحدى الصحف، تفجير قليل كنيسة الكنديسية، يعني هذه قتل بسببها واحد، ثم اتضح بعد ذلك انه ليس له علاقه بهذا الامر. خلينا في مثلا في الفتره الاخيره كنا نتحدث عن توجيه اصابع الاتهام، مثلا بعض الصحف او احدى الصحف المصريه نشرت على صفحاتها الاولى في موقعها الالكتروني لمده شهر او اكثر مجموعات سلفيه تقيم الحد على قبطي بقطع اذنه، ثم تبين بعد ذلك من لجان التحقيق الرسميه انه ليس هناك علاقه للسلفيين بهذا الامر، وليس هناك حد في الاسلام او في الدين الاسلامي اللي هو قطع الاذن. ينفى الخبر ثم يتردد بعد ذلك، بعد نفي الخبر وبعد ظهور ان هذا الخبر ملفق، تجد نفس الاطراف المتحدثه في الاعلام نيابه عن الجانب المسيحي يرددون نفس الامر. هل هذا الاستعداء او هذا الجهر بالانتقاد الدائم للاطراف الاسلاميه او التيارات السياسيه الاسلاميه، هل هذا يساعد القضية القبطية في الانتخابات القادمة برأيك أم يزيد الأمر سوءا؟ وأنا من رأيي الشخص في الوقت الحالي يعني إن الموضوع بقى تدخل في السياسة في الدين، يعني السياسة مثلا بتاعت مصر بدأت تتدخل في الدين، عايزين مثلا نعمل نبعد مثلا أفكار المصريين مثلا عن الانتخابات، فنعمل مشكلة بين المسيحيين وبين المسلمين. بدأ الأمر يبقى كده، يعني أنا في الوقت الأخير بدأت فعلا مقتنع تماما، او مش انا بس، في ناس كثيره جدا مقتنعه بالرأي ده. تعتقد ان هناك اصابع تلعب على هذه التناقضات حتى؟ اكيد طبعا، وللاسف ان الحكومه يعني كل ما بنيجي نتكلم في حاجه يقول لك ده حتى بلطجيه ومش عارف النظام الفاسد القديم وكده، بس الحل برضو ما بيتحلش حل جذري، ولم يصدر حتى الان اي قانون او اي حاجه لمعاقبه اي حد مثلا. يعني اديني قرارات، اديني محاكمات لكل الناس مثلا اتعدت على الكنيسه، واديني مثلا محاكمات لكل اي حد مثلا اتعدى على الجامع او اي حد مسلم في الشارع. يعني ايه المشكله لما تصدر قرار بحمايه الناس؟ انا مش شايف ان فيها مشكله. أنا طبعا يعني خلاص احنا نكتفي بهذا القدر عن موضوع الملف الطائفي، هنفتح ملف اخير ربما